إن شاء الله صفحة 17 محادثة ياسر أند صلاح are going out this evening. ياسر وصلاح هيخرجوا هذا المساء. هاي صلاح، أهلا يا صلاح. Would you like to go out this evening؟ هل تحب أن نخرج هذا المساء؟ هاي ياسر، وبعد كده قال له حاجة. What do you suggest؟ ماذا تقترح؟ يبقى هل تحب؟ Yes I would، مش كده؟ أو Yes I'd like that، ينفع أي حاجة، أو That's a good idea، أي حاجة، أو sure، أو okay، كل ده ينفع إن شاء الله على هل تريد أن نخرج اليوم؟ يبقى yes I'd like that، أنا هكتب I'd like that، أنا أحب ذلك. Yes I'd like that أو I'd like that على I'd like that على طول. What do you suggest؟ بتقترح إيه؟ فقال له حاجة. It's a good idea، إنها فكرة جيدة. I've heard about the new park in the city center. أنا سمعت إن في بارك جديد، حديقة عامة جديدة في مركز المدينة، في وسط البلد يعني. يبقى يلا نروح الحديقة، يلا نروح أي حديقة. Let's، ممكن اقول له على فكره ليتس جو اوت، يلا نخرج وخلاص، نخرج بره البيت، او ليتس جو تو ذا بارك، هيا نذهب الى حديقه عامه. فقال له انا عارف ان في حديقه جديده اتفتحت في وسط البلد. بعد كده قال له سؤال، قال له اي اجري اتفق، وات دو يو سجست وي شود تيك ويز اس، انا اتفق معاك، ايه المفروض، وات دو يو سي، تقترح ايه، وي شود تيك ويز اس، ناخد ايه معانا، دي عايزه ايه. هيدا اتس ا جود ايديا، انها فكره جيده. ايف هيرد اباوت ذا نيو بارك ان ذا سيتي سنتر، انا سمعت عن بارك جديد، حديقه جديده في مركز المدينه. فقال له سؤال، قال له اي اجري، اي اجري، انا اتفق، يبقى هل تتفق، وات دو يو سجست وي شود تيك ويز اس، بماذا تقترح. والمهم ان دو اي اجري ديت السؤال عليها بدو يو اجري، هل تتفق ان الحديقه دي مكان مناسب، هل تتفق معي ان ده مكان مناسب ان احنا نخرج، ان مكان كبير، ماشي. يبقى do you agree، هل تتفق، it's a good place، هل تتفق انه مكان رائع. فقال له I agree اتفق، what do you suggest we should take with us، انا اتفق معاك، انت ان تقترح ايه ان احنا ناخده معانا، مثلا I suggest، suggest بيجي بعدها فعل اخر، ان جي تيكينج، ان احنا ناخد سناكس مثلا، وجبات خفيفه. في الصفحه اللي ورا قال رائع، احنا ناخد صور هناك كتير. يبقى مثلا I suggest taking snacks and a nice camera، وناخد كاميرا رائعة. أنا قلت كاميرا عشان لما قلبت الصفحة لقيته قال جريت، عظيم، وي كان تيك نايس فوتوز زير، إحنا نقدر نلتقط صور رائعة هناك. وين شال وي ميت، متى يمكننا أن نتقابل، أي وقت يعجبني، مثلا آت مثلا 3 بي إم الساعة 3، أي حاجة، أي حاجة تعجبني عادي. طيب بعد كده ان شاء الله ناخد الباسج. مصطفى سورين ووز ليت اند ات ريتشد اسماعيليه افتر ميد نايت. مصطفى سورين، قطار مصطفى، ووز ليت، كان متاخر، اند ات ريتشد اسماعيليه افتر ميد نايت، ووصل القطار بعد منتصف الليل. ات ووز هيز فيرست فيزيت تو ذا سيتي، انها كانت اول مره يزور المدينه، اند هي ديدنت نو وير تو جو، وهو لم يكن يعرف اين يذهب. He thought he would go to a cheap hotel. هو فكر إن هو يروح لفندق رخيص. Where he would not have to pay a lot of money. حيث لا يستطيع، لن يدفع كثير من المال. But he did not know how to find one at that hour. ولكنه لم يعرف أين يستطيع أن يجد واحد فندق يعني في هذه الساعة المتأخرة. مصطفى asked a worker in the station to get him a cheap room. سأل مصطفى عامل في المحطة لإعطائه غرفة رخيصة. The worker said that if مصطفى gave him 20 pounds، قال له هذا العامل أنه لو مصطفى أعطى له 20 جنيه he would take him to one، أنه هيأخذه لمكان. But مصطفى disagreed and walked out of the station، ولكن مصطفى اعترض أو لم يوافق وخرج من المحطة. مصطفى wandered through the streets and asked a number of people، كان يتساءل خلال في الشوارع وسأل مجموعة من الناس أو عدد من الناس. but couldn't find a cheap place to sleep، ولكنه لم يستطع أن يجد مكان رخيص للنوم. he
He sat down on a park bench to think about what he should to do next. هو جلس على مقعد في حديقة ليفكر ماذا سوف يفعل بعد ذلك. He was very tired. هو كان متعب. And fell asleep on the bench. ونام على المقعد. He woke up the next morning. صحي في الصباح التالي. And he smiled when he realized that it was the cheapest night he could ever imagine. هو ابتسم لما صحي في الصباح ولما أدرك إن هو ده ما دفعش حاجة، يعني كانت أرخص ليلة هو لم يكن يتخيلها قضاء. The passage is mainly about. الفقرة بشكل أساسي بتتكلم عن إيه؟ Traveling to إسماعيلية، سفر الإسماعيلية. Find a place to sleep، إيجاد مكان للنوم. Traveling to إسماعيلية، هنا wandering through the streets، السؤال في الشوارع. Expensive hotels، الفنادق الغالية. يبقى finding a place to sleep، إيجاد مكان للنوم. بعد كده السؤال الثاني، مصطفى went to إسماعيلية on M. مصطفى وصل إسماعيلية، هو راكب إيه؟ باص، أوتوبيس، مترو، مترو، كار، سيارة، ترين، قطار. ترين، قطار، الإجابة لتر دي. السؤال الثالث، مصطفى seemed to be space the next morning. بان على مصطفى ان هو كان ايه، احساسه كان ايه في الصباح التالي. ساد، حزين، ستيوبد، غبي، هابي، سعيد، باد سيء. يبقى هابي سعيد لانه ما دفعش حاجة. الاجابة لتر سي. بعد كده صفحة 19، why did مصطفى sleep in the park؟ لماذا مصطفى جالس في الحديقة العامة؟ كان بيفكر في ماذا سوف يفعل. يبقى هنا هي هنا he sat down on the park to think about what he should do next. يبقى دي هتبقى الإجابة التالتة، الإجابة السؤال الرابع معذرة، اللي هو السطر قبل الأخير. بعد كده what does underlined one refer to؟ كلمة one تشير إلى إيه؟ كانت تشير إلى فندق، يبقى هوتيل. what did the worker ask مصطفى for؟ العامل اللي هو سأله في المحطة طلب منه إيه؟ اللي هو ياخذ إيه؟ ياخذ منه 20 جنيه. يبقى to give him 20 pound، 20 جنيه. بعد كده أسئلة الاختيارات. السؤال الأول، space means inside a building، معناها داخل المبنى، دي معناها indoors. الإجابة لتر دي. السؤال الثاني، I offered to help علي، أنا عرضت المساعدة على علي. but he refused politely، ولكنه رفض بأدب. the synonym of politely is، مرادف كلمة politely ديت إيه؟ rudely اللي هي بوقاحة، locally محلي، gently هي بأدب، و partly جزئيا. يبقى gently الإجابة لتر سي. السؤال الثالث، the antonym of lovely is، antonym يعني عكس كلمة lovely. lovely معناها جميل. triple فظيع، beautiful جميل، kind طيب، nice رائع أو جميل. يبقى triple فظيع أو كريه. الإجابة لتر اي. السؤال الرابع، we add the suffix space to word garden to refer to a person، نحن نضيف suffix في نهاية الكلمة لكلمة garden حديقة عشان نجيب شخص، نحط لها ER تبقى gardener جنايني أو بستاني. يبقى الإجابة letter A ER. السؤال الخامس، the prefix space gives the opposite of a word، في prefix بنحطه في أول الكلمة بيجيب عكس الكلمة، يبقى this مثلا agree يوافق، disagree لا يوافق. يبقى الإجابة letter B. بعد كده السؤال السادس، هناء has bought a mug made of clay، هناء اشترت mug مصنوع من الطمي. this means she has bought a space product، دي معناها ان هي اشترت منتج ايه؟ golden ذهبي، لا wooden خشبي، لا طبعا pottery اللي هو فخار تنفع، و woolen صوفي بمستبعدة. يبقى pottery. الاجابة لتر سي. شكرا، السلام عليكم.